الاطراف الصغرى للمولوديه خطيره هذه الكره دائما تبقى لصالح سعيود جول شباب بالوزداد يفتتح مجال التهديف شباب بالوزداد يفتتح مجال التهديف عن طريق امير سعيود بعد هذه الكره في منطقة العمليات المراوغة والتسديدة بالقدم اليمنى وكرة تمير سعيود تسكن مباشرة في شباك الحارس شفنا ها هي الإعادة المراوغة والتسديدة من أمير سعيود من الصعب أن تقول الكرة سعيود سعيود خطير لما يأتي من بعيد خطيرة صعبة ممتازة والهدف الثاني لصالح شباب بالوزداد هي الإعادة شفنا الانطلاقة من سعيود مر الكرة ناحية بالخير وكرته مباشرة في شباك الحارس أسامة بدخول مرزوقي مكان بالخير هنا ما فيش وضعية تسلل الكرة خطيرة 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 الهدف الثالث لصالح شباب الوزداد الهدف الثالث لصالح شباب الوزداد عن طريق خلف الله عن طريق خلف الله خلف الله هشام الله الله عليك يا خلف الله هاي يا الإعادة شوف هنا خطأ في محور الدفاع يستغلوا القناص خلف الله هشام ويتمكن من تسجيل الإصابة الثالثة في هذه المباراة ويرفع رصيده إلى 4 أهداف مع شباب بالوزداد و7 أهداف مع أولمبي المدية إذن هشام خلف الله 11 هدف في بطولة هذا الموسم شوف هنا جد